المشكل المشكل اللي وقع له داك لاشين ديال داك السيد ضربتها له اليوتيوب ضربت له لاشين مشاو لي كاع الفيديوهات ديالي وليت بحال من 2014 عاد بديت من جديد. سؤال عند حسين. قلتي تيشريو ليفي، واش المغنيين عندنا او بعضهم تيشريو ليفي؟ والله خويا شون راني عصايم اقسم بالله الا ليفيو كيتشراو، وانا مع واحد الشركه بلا ما نذكر سميتها دابا، انا ساني مع فنانه كبار، لكن انا جالس مع السيده اللي كتريكل معاك وداك الشيء المسائل اللي كتعطيها الاغاني والمسائل ديال الاداريه، قالت لي قسما بالله كاين مغني بلا ما نذكر سميتو كل ما كتخرج المغني كيحط أغنية كيحط لها 60 مليون حط لها 60 مليون 70 كاين اللي حط 20 حط لا هذه غير باش سبونسوريزي باش يشري ليفي. لا هو دعم ليفي. لا هو دعم شحال شحال تيشريو شحال تيعطيو للشركة شحال تيشريو ليفي بشحال؟ في المليون جو بونس يمكن 30,000 في المليون شي 3 مليون في المليون، وهذو مغنيين راه معروفين يعني. ونزيد بعض القضية اللي خطيرة دابا الناس داين بأن كيدخلوا للمغني كيشوفوا له ليفي ديالو في المعيار ديال الفنان هو ليفي وراه غلط. لا واش الامر ما مرتبش الا كانت الامور فيها انه تيسبونسوريز هذاك الفيديو ديالو تيسبونسوريز، واش راه كاين فرق ما بين انه تيسبونسوريز الفيديو وبين نعم لا ماشي سبونسر خلي ديال سبونسر قبل انا سبونسوريز الاغنيه ديالي، لا كيتشراو ليفي كيتشراو من عند اليوتيوب ممكن سيمولا كامل